سيدنا وإمامنا وحسيننا نقول لك كما قال أصحاب الحسين للحسين ليلة العاشر من المحرم: يا سيدنا يا إمامنا يا قائدنا، لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء، يفعل بنا ذلك ألف مرة، يفعل بنا، يفعل بنا الأمريكيون والصهاينة ذلك بنا ألف مرة، ما تركناك يا ابن الحسين.